السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة بالتأكيد في الشارع المصري. هبدأ النهاردة بالشارع الزملكاوي، يعني ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك، مباراة شيقة جدا، مباراة ممتعة جدا، وتنفس الصعداء بالنسبة لي أوساريو المدرب الكولومبي اللي أنا شايفه من وجهة نظري عايز يطبق فكر جديد بالنسبة لنادي الزمالك أو المدرسة الخاصة بنادي الزمالك. طبعا القماشة اللي تحت إيده مش مساعداه تماما، يعني لعيبه صغيره لسه صاعده زي حاتم سكر، وزي لعيبه متميزه كتير محمد طارق والسيد نمار واللعيبه الصغيره اللي احنا عارفينها. النهارده عوده كمان احمد فتوح بشكل متميز جدا، واداء طيب واداء سليم من بعض اللعيبه المتميزه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. انا شايف كمان مشوار مرتضى منصور، الناس كلها بتقول ده رئيس معزول، ده الرئيس مش موجود تحت اي بند من البنود، بس اللي انا عايز اقول لك على حاجه من الاخر، مشوار مرتضى منصور يا جماعه هو اللي ماشي بالمدير التنفيذي بالنسبه للنادي الزمالك، وبالنسبه هو اللي بيقول كل القرارات وكل حاجه بالنسبه لمشوار مرتضى منصور، هو اللي بيرجع وبيكملها، وهو حاجه محترمه جدا. عايز اقول بقى خبر مهم جدا بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، بالنسبه لسياده الوزير اشرف صبحي، واتكلم بالنسبه لارصده نادي الزمالك اللي هي الموقوفه او اللي محجوز على ارصدتها. عايز اقول لك على حاجه متميزه جدا، عمل حاجه مهمه وحاجه جديده جدا، وهو ان انت اي حد ليه فلوس بالنسبه لنادي الزمالك، او نادي الزمالك ليه فلوس عند اي حد عن طريق البوسطه او عن طريق فتح حسابات جديده بالنسبه للبوسطه، بقت بتشيل ارقام ماليه متميزه جدا. وكمان بالنسبه للبنك التجاري الدولي، نادي الزمالك عنده حسابين في ممكن اي حد يبعت له اي حاجه يحصل فيه انتعاشه بالنسبه لشركه برزنتيشن او بالنسبه للرعاه بالنسبه لنادي الزمالك، ويحصل انتعاشه ماليه. عوده النهارده فتوح حاجه متميزه جدا، وساريو النهارده يعني في اداء طيب جدا، عوده شيكابالا، ابراهيم انضاي النهارده شفناه بيهدف بشكل متميز جدا، حسام عبد المجيد رجع للتهديف بيلعب بدماغه بشكل متميز جدا، كابتن عماد النحاس المدرب الاهلاوي والمحترم جدا ماسك فريق طالع الجيش، احنا عارفين طالع الجيش من الثلاثه الاخر او اللي بيصاروا على الهبوط بالنسبه للممتاز به، انا شايفه مدرب كبير ومدرب متميز جدا، وعنده فكر وعنده يعني استراتيجيه متميزه جدا بالنسبه لطريقه اللعب. اللي انا كمان شايفه ان اوساريو من المدربين القدام سنه اللي هم بيلعبوا ببلي ميكر، احنا عارفين 4 3 3 ما فيهاش بلي ميكر، بيعتمد على اثنين سنترال ميدفيلدر اللي هو بوكس تو بوكس، ولعيب متميز جدا بيلعب كديفندر ثابت، هو طريقة لعبه كده او 4 3 3 بتبقى دايما كده. طبعا احنا عارفين ان شيكا بيلعب كلاعب بلاي ميكر، لعيب محوري، لعيب متميز جدا، هو المتحكم في ترمومتر الفرقه، وازاي الريتم يزيد وازاي الريتم يقل، حاجه متميزه، حاجه كبيره جدا. بالنسبه لاحمد سعيد زيزو، وفد من الريان القطري، خد مني اللي محدش يقولك في اي حته، وفد من الريان القطري وصل القاهره النهارده، هيقعد مع امير مرتضى منصور، مع احمد سيد زيزو، مع وكيل احمد سيد زيزو اللي هو والده، وهيقعدوا معاه اللي هم يخلصوا في اللاعب الكبير، حاطين مبدئيا كده 3.5 مليون دولار. طبعا مشار مرتضى منصور طلع صرح قال لك زيزو مش اقل من 5 مليون دولار، رقم كبير ورقم متميز جدا. 5 مليون دولار النهارده مثلا لو دولار ب 40 جنيه انت بتتكلم في 200 مليون جنيه، ده رقم كبير جدا، ده رقم لعيب المفروض ينتقل للدوري الانجليزي. وكمان نادي الريان القطري عارض على زيزو 1.5 مليون دولار في الموسم، ده رقم كبير ورقم متميز جدا، زيزو يستحق كل حاجه، لعيب كبير ولعيب متميز جدا، وهو السنه دي مش بالتوب فورم بتوعه. اللي انا عايز اقوله ان نادي الزمالك حاجه عظمه النهارده، حاجه متميزه جدا، اتمنى له التوفيق واتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده، عايز تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لكل جديد. انا محمد يونس، دمتم في